السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. ايش عندكم من العطور؟ بس خلاص وحدنا بنشوف. خلاص وحدنا بنشوف. هو ذا العطر اللي مشتري لنا خالد؟ ايه هو مرة نفسه ونفس الريحة. مرة هو. خبرك لا خالد نروح بدينا هذا الشهر؟ ما طال لي صراحة. وكم مرة يطلعوا ما يتكلموا لكن مو ما حيل بديه وبروح حدي بروح. اخواني تريدوا شيء معين من العطورات؟ لا بس تست نقربها نلفلف عليهم. ليه ما نطيح على عطر غاوي ونشتري؟ نقرب ترى. كيف الأرض؟ بعتها؟ بعتها والله حصلت لها شاري 25,000. استعقلت فيها وليت محصل لك 30,000. 30؟ زين؟ أحمد سكروب لا هو اللي عرض منه ما تعرفه. هي خبر موسى. خبرني تعال صح تذكرت خبرني. روح العزيز وروح مع بعض. روح مع بعض. حلو أحمد سكروب ذا عزيز وغالي. إخواني ترى ما صارت. انتوا اذا تريدوا تروحوا مسبح روحوا مسبح هذا محل عطور شكلكم غلطانين انتوا. هو تو ما لقى شط عطر ما حظوخنا صعب بعد ما حصل العطر اللي باينه. وثاني شيء من ساعه قال ادور عطر ما حصلت اللي في بالي. عندكم عطر واقف؟ مو خليل واقف خليل واقف. المهم سمح لنا اخوي بنشوف محل ثاني. يلا احسن. بنشوف محل ثاني. خليل واقف ماشي. لا يلا لا ما شاء الله الكل يمدح فيك انت قار عزيز وغالي والله تستاهلوا كل خير. هو موسى قير. السلام عليكم. حياك الله كيف الحال؟ هذا موسى طالب قارنا الجديد. هلا والله موسى تشرفنا. يا هلا والله شرف لي. هو هذا لا من اسمه يوسف المنكرخ اللي خبرتنا عنه. يا نسمة العين خليني عالبا. موسى سكت. انت قايل لي شي عني؟ ترى كلمني امس عنك وعرفني عليك وقال لي هذيل اولاد سعيد المنكرخ. لو سمحت لا تقول المنكرخ. مسحها فوقي وفاهم غلط. طحت من عيني والله. يعني انت لقبك المنكرخ ولا هذه نهايه الاحترام اللي بيننا ولا انت يعني قبيلتك المنكرخ؟ قله ادب قسم بالله. يعني اسم المنكرخ. اسمعني اليوم رايح لا تكلمني ولا كلمك ولا ان المقصد حتكارخ انك يوم صغير ولا كيف ما فهمت يعني. يا اخي وش فيك انت هل تغيرتهم المنكرخ؟ اها يعني غاروا لما تقول من المنكرخ. خبرنك بس لا تقول له في شكله زعل يا اخي ما عقبه يمكن. خلنا نعتذر منه يا يوسف. والله ما اقول لك ملينا من جلسة البيت لا وظيفة ولا شيء. تعال عندي مباراة اليوم وذي القليل باغي نوصلهم العرس. صح وما خليت مكان ما قدمت فيه اوراقي. يا اخي نوب ذي الحريم ما عندن سالفة. اذا قال الساعة 8 معناته الساعة 12 يطلعن. والله ما وصلهم. يا اخي مشبهنا على حد يا اخي يشبه حد معنا في الدوام تقريبا. شوف انت نعرفته كنا مكبد بخور. بس عرفت هذا يشبه احمد خميس كان يلعب معنا في الفريق ملقبينه ابو سناسل. سبحان الله نفس الدغمه. ذا اخو خميس المغلغل كان يلعب معنا لكن وين يا اخي. المهم كيف وين تنصحني اروح؟ تعبت من كثر ما ادور. ملعب ترتان دوكم. ملعب ترتان وين؟ كلامك صح كل الكلام اللي قلته صح يعني ما في شيء غلط. زين انا مو قلت. كنت تتكلم عن الشقق وإيجار المكاتب. هاي صباح الخير. يشبه هو